خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونروح مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا العزيزة روزان نصر عشان نتابع أهم الأخبار في الصحف والمواقع، وهي بالمناسبة كمان معها لقاء مع الأستاذ رامي عبد الحميد الصحفي بجريدة اليوم السابع. وروزان أنت معاكي يمكن منشطات مهمة جدا من الشروق، على سبيل المثال بيتحدثوا عن من هو الأفضل حاليا في باريس سان جيرمان، ويمكن المنشط بيقول مبابي نجم سان جيرمان هذا الموسم ومش نيمار ومش ميسي. كمان المنشط الثاني اللي لفت نظري جدا نعرف برضه تفاصيله منك من الشروق ايضا، بيتكلم ان الشرطه الايطاليه بتحقق في تلاعب مالي بيوفنتوس. اتفضلي سامعينك روزان. اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر اليوم السابع، هنبدأ فيها بأهم العناوين اللي ذكرتيها يا نهاوند من جريدة الأخبار. كيرو شعيب إن الآن لا تتواجد مصر في المونديال. من موقع اليوم السابع، بالميراس بطلا للمرة الثالثة على حساب فلامينجو. من الشرق الأوسط، امبابي نجم سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم وليس نيمار أو ميسي. ومن جريدة الشروق، الشرطة الإيطالية تحقق في تلاعب مالي في يوفنتوس. هيكلمنا طبعا في تفاصيل هذه الأخبار الناقد الرياضي هنا بجريدة اليوم السابع الأستاذ رامي عبد الحميد. طبعا برحب بيك في البداية على شاشة قناة الأهلي. عايزك بقى تكلمني على، يعني عايزة أعرف رأيك على يعني تصريحات مستر كيروش طبعا في المؤتمر الصحفي. أولا صباح الخير ليكو، صباح الخير لكريم ونهواند كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. الحقيقة هو مستر كيروش يعني المؤتمر كان فيه شيء من الواقعية في تصريحاته. الراجل واضح ان هو حابب ان هو يكون فيه بدائل وفيه صفوف اخرى بالنسبة للمنتخب، وكمان يعني من اللي انا شفته من تصريحاته ان هو بيحاول يكون في اعتماد على العناصر اللي هي صغيرة السن او اللي هي لسه عندها مستقبل مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، وده يمكن خلاه يستعين بلاعبين من المنتخب الأولمبي في بطولة كأس العرب. أعتقد إن هي بطولة جيدة بالنسبة لمنتخب مصر لأنه يستفيد منها وياخد خبرات أكتر. المنتخبات العربية منتخبات قوية جدا، منتخبات عندها لعيبة على مستوى عالي بتلعب في دوريات قوية زي السعودية زي العراق زي لبنان، يعني كلها وتونس طبعا والجزائر. أعتقد إن هي بطولة جيدة منتخب مصر، هنستفيد منها الفترة دي احتكاك بالنسبة للمنتخب. نتمنى إن شاء الله إن بطولة كأس العرب تفرز لاعبين جدد يستفيد منهم المنتخب الوطني والدوري المصري خلال الفترة اللي جاية. كيروش عنده مهمة مش سهلة، مهمة صعبة في هذه البطولة، نتمنى إن شاء الله التوفيق للمنتخب المصري. يعني عايز أعرف رأيك بقى في أداء بالميراس بعد الفوز طبعا في النهائي على فلامينجو. نادي بالميراس طبعا هو نادي يعني قوي وله تاريخ كبير، ويمكن يعني الفوز على فلامينجو يمكن مش جديد، هو من الانديه القويه واللي ليها منافسه قوي، يعني بتنافس بشكل قوي جدا في البطولات اللي بتلعب بيها. واعتقد ان الفوز على فلامينجو هيؤهله ان هو يلعب كاس العالم للانديه في الامارات مع النادي الاهلي طبعا، فاعتقد ان هي منافسه مش هتبقى قليله، وبالمراس ممكن يكون من المتوقع ان هو يقابل النادي الاهلي، فاعتقد ان فريق بحجم في متابعه ليه من النادي الاهلي او من مسؤولي النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله التوفيق برضو بالنسبه للنادي الاهلي في البطوله دي اللي بكره ان شاء الله القرعه كاس العالم للانديه هتبقى يعني هيعلن عنها. نتمنى ان يكون في قرعه جيده بالنسبه للنادي الاهلي عشان يحقق ان شاء الله باذن الله نتيجه مميزه ومركز محترم يضاف لتاريخ النادي الاهلي. من الاخبار كمان المهمه جدا معانا النهارده، ويمكن نهاوند في الاستوديو سالت عليه، يعني عايزين نعرف هل فعلا امبابي نجم باريس سان جيرمان الحقيقي هذا الموسم ام لا؟ والله هو طبعا ما تقدريش ان احنا نقيم مبابي يعني في الموسم او حتى كل اللاعبين. باريس سان جيرمان بيمر اوقات بمرحله انعدام وزن، لكن هو يبقى ان هو لاعب قوي ولاعب عنده قدرات خاصه ولاعب، لكن انشغاله بموضوع الانتقال لريال مدريد والمفاوضات والاقاويل الكتيره اللي موجوده في الدوري الفرنسي او في اوروبا عموما على بامبي ان هو يروح لريال مدريد، يمكن دي اللي مأثره اكيد شويه على ادائه، لكن يبقى ان هو لعيب
يعني كبير جدا، ولعيب كمان عنده فرصه ان هو يتواجد في الملاعب اكتر من سنوات كتيره لانه هو صغير السن. تواجده في باريس سان جيرمان اعتقد ان هو اضاف له كتير، لكن يبقى ان باريس سان جيرمان حتى الان مع كل هذه اللاعبين وكل هؤلاء النجوم ما حققش يعني بطوله او دوري ابطال اوروبا اللي هو الهدف الرئيسي بالنسبه لباريس سان جيرمان. نتمنى ان يكون نشوف باريس سان جيرمان بشكل افضل من كده، لان المجموعه اللي موجوده نيمار ميسي راموس طبعا يعني يمكن يكون الظهور الاول ليه النهارده في الدوري الفرنسي قدام سان تيتيان. اعتقد ان باريس سان جيرمان محتاج ان هو يكون في ضبط اكتر من كده. عايز اعرف من حضرتك يعني هل موضوع التحقيق في التلاعب المالي في نادي يوفنتوس ممكن ياثر على يوفنتوس في دوري ابطال اوروبا؟ هو يوفنتوس ما يختلفش الحال شويه عن باريس سان جيرمان، لكن في الشق اللي حضرتك بتتكلمي فيه فيما يخص القضايا اللي بيحاس فيها دلوقتي حاليا الشرطه الايطاليه والمسؤولين في ايطاليا عن وجود تلاعب في عقود اللاعبين وفواتير وكمان مستحقات الوكلاء. يمكن امبارح صحيفه ايطاليه اتكلمت على ان في 50 مليون يورو مش موجودين او تم تزييفهم زي ما وفقا اللي صدر في الجريده بالظبط. اعتقد ان دي امور كلها بتؤثر على الفريق، زائد ان نتائج الفريق نفسها مش جيده. امبارح يوفنتوس خسر في الدوري الايطالي، اعتقد ان كمان موقفه في الدوري الايطالي صعب جدا. في الدوري ابطال يمكن برضو الامور مش جيده بالنسبه له. نادي يوفنتوس نادي كبير، نادي عريق، مهم جدا ان الاداره او المسؤولين في نادي يوفنتوس يتدخلوا لانقاذه، لان نادي يوفنتوس من الانديه اللي محتاجها دوري ابطال وليه جمهور وليه محبيه. فاعتقد ان لازم يحصل نوع من التدخل وضبط الاداء داخل نادي يوفنتوس من الناحيه الاداريه والماليه. يعني بشكرك جدا الاستاذ رامي عبد الحميد الناقد الرياضي والصحفي هنا بمقر اليوم السابع. دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من موقع اليوم السابع، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. انشطات مهمه جدا وتغطيه رائعه منك، شكرا ليك يا روزان وشكرا لضيفك. ونرجع مره ثانيه، انا طبعا يعني كنت حابه ان احنا نعزي في يومها، لكن حقيقي تعزينا للزميله العزيزه مريم سميح يعني في وفاه والدتها، واكيد كلنا يعني عندنا حزن لان هي من الشخصيات المحترمه جدا وكلنا بنحبها جداً. فتعزينا اكيد مره تانية، والعزا ان شاء الله النهارده لو حد حابب طبعا ان هو برضو يقدم التعازي. شكرا لكم.